رح ننتقل لحتى نكون بمحطتنا التالية مع كل يلي عم بيتابعونا لليوم بعالم الصباح. روى اليوم رح تحكي عن الأشخاص الكبار كيف وليش على صحة السر. صباح الخير. صباح الخير غادة. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اليوم هو الانترناشنال داي فور ايلدرلي، اليوم العالمي للمسنين، وحبيت هيك سلط الضوء عليه لانه بحس انه خصوصا بلبنان اذا بدي احكي نحن في فئتين عمريتين بننساهم حتى بالتخطيط المدني وبالنشاطات وبالهن الأطفال والمسنين. إذا كنت عم تمشي على الشارع إذا بتشوفي إنه محلات ما في رصيف، الرصيف فجأة بيعلى، فجأة بيوطى، فجأة بيطلع لك جورة، بتقولي إنه إذا معي طفل صغير عم مشي كيف بدي مشي بتعملي وإذا أفانتير بالطريق. مزبوط، يعني كلنا لازم عم نفكر الصبح أنا وجاي على الطريق، يعني كلنا لازم نكون سوبرمان وسوبر وومن لنكون موجودين على الطرقات. وإذا في شخص كبير مسن عم يمشي كيف بده يطلع على الرصيف وينزل، قد ايه امن انه يمشي على الطريق حد السيارات اللي هن عم بيسوقوا بطريقه جنونيه. ففعلا نحن مجتمعنا منه مجهز لكبار السن، من هيك حبيت احكي عن هالموضوع، وخصوصا انه هالفئه العمريه هذه عم تاخذ اهتمام عالمي لسبب. بتعرفي ليه؟ لانه نحن بال 2050 متوقع يكون عندنا اكثر من 20% من عدد السكان بالعالم كبار السن، يعني فوق الستين سنة، لأنه عم يعني الإنسان عم بيعيش لفترات أطول. مزبوط. وعم صح. بيكون صحة أفضل وإلى آخره وبنشاطه أكتر. رح نقارن بين هلأ وشو متوقع مستقبليا بين 1950 يعني منتصف القرن العشرين وال 2010، معدل life expectancy أو معدل قديش شخص ممكن يعيش زاد من 46 سنة ل 68 سنة. أوكي، هلأ متوقع بآخر القرن ال 21 يصير معدل عدد السنوات المتوقع انه الشخص يعيشها 81 سنه، فشوفي التغير قد ايه عم بيكون دوبل تقريبا، عم بيكون سريع وبوقت قصير. وعم بيقولوا انه لاول مره بحسب ارقام وتقارير اليو ان الامم المتحده، عم بيقولوا لاول مره بتاريخ البشريه بال 2050 اوكي، واللي هي منا كثير بعيده من 2050، بس هي منا كثير بعيده، رح يكون عندنا اشخاص عمرهم فوق ال 60 سنه اكثر من ما في اطفال بالعالم. فاذا السكان العالم عم بيروحوا للتقدم بالسن اكثر ما عم بيكون عندنا شباب واطفال، لانه طبعا معدل الولادات عم بينخفض، امور كثيره عم بتاثر، ومثل ما قلنا عم بتزيد عدد سنوات، لانه في وضع صحي احسن، في رعايه صحيه افضل، تغذيه افضل وكل هالامور. لكن اللي ملفت بهالموضوع انه هالزياده وين راح تكون، تتوقعي انها تكون باي مناطق، يعني باي دول، يعني بالدول الديفلوبت الصناعيه المتقدمه ولا بالدول الناميه؟ منطقيا عم نحكي. منطقي، هلا ما بعرف ليش سالت السؤال فيه شيء غلط، بس منطقيا بالدول الناميه اللي قادره انه تامن، بالدول المتقدمه اللي قادره انه تامن هالرعايه الصحيه لهول الاشخاص لضلهم يستمروا بعمر طويل. نعم. التوقعات بتقول غير هيك. الزياده رح تكون بالليس ديفلوبد كونتريز او الديفلوبينج كونتريز، لما بتعرفي لما بتصنفي الدول الناميه، صحيح في الدول الناميه، لكن في الدول الناميه الكبرى، في دول الناميه متوسطه، وفي دول ناميه صغيره بحسب الوضع الاقتصادي. فمتوقعين انه هالزياده تكون بالدول النامية، واللي هي هيدا هون الضوء الأحمر، لأنه هالدول منا مستعدة لهالفئة العمرية، سواء بتركيبتها المدنية، يعني مثل ما قلنا طرقات، بالرعاية الصحية، بضمان الشيخوخة، بأنه نحن نخلي هالشخص الكبير بالعمر، لما عم نقول فوق الستين يعني ما معناته ختية، لكن هني عم ياخدوا هالفئة العمرية ستين وما فوق، لأنه بصير التقاعد على الستين أو 65، تختلف من بلد لبلد. بهالفترة عفوا بدي أنا أستفيد من خبراته، بدي إياه يكون متكل على حاله ومستقل، وبدي يكون له دور فاعل بالمجتمع، ولو ما كان هو بعده موظف أو عم يشتغل أو منتج، عنده أدوار تانية بيقدر طبعاً يقوم فيها طبعاً. فهون الشغل عم بيكون أنه هالدول النامية بحسب كمان حجمها قد هي عم تكون مستعدة لهالتغير. بدي أقول أنه صار في كتير مؤتمرات عالمية إلى علاقة بهالموضوع،
الموضوع اللي كانت اكثر وحده هيك نقطه ارتكاز اللي هي سكند وورلد اسامبلي اون ايجينج اللي صار بمدريد بال2002 اللي هو المؤتمر العالمي الثاني على عن موضوع الشيخوخه واللي منه طلعوا بانترناشنال بوليسي اون ايجينج فور ذا 21st سنتشري عملوا مثل بوليسي او سياسه عالميه يعني مثل حطوا بلان اوف اكشن او اذا فينا نقول خطه عمل لا حتى يقدروا يشتغلوا الدول المتقدمه ديفلوبت والدول الناميه على موضوع الشيخوخه بالقرن ال21 ومنها صار الحكومات بكل بلد يرتكزوا على هالانترناشنال بوليسي او على هالاتفاقيه العالميه ويبلشوا يشتغلوا على هالموضوع. نحن بلبنان بعتقد بدنا شغل كثير على هالموضوع. باي فئه من النامي نحن؟ بدنا نحن فئه ابار مش موجوده فئه لوحدها. فبس حبيت اليوم ضوي على هالموضوع وضوي كمان على فكره من هيك اخذنا الشعار اللي ما عنده كبير يشتري كبير لانه نحن بعد بنظرتنا بثقافتنا عندنا الكبير مثل شخص انتهى دوره او انتهت مده صلاحيته انه انت خلص كبرت. لا مش لهالدرجه بس بعد عنا اياها انه الكبير بس بيقعد بالبيت بنهتم فيه بنعتني فيه اكيد وبنحبه وكل شيء بس ما بنشجعه يكون مستقل. يعني هيدي هي الفكره انه خلص انت خلص دورك حسب الوضع الصحي عنده بعد. مزبوط طبعا اكيد اذا وضعه جيد هو بيفرض عليك انه عم يتنقل وعم بيروح وعم يجي والى اخره ونحن لازم نشجع بيفرض هالشي. عظيم طبعا بتشجعي بس اذا وضعه الصحي ما بيسمح له يتنقل اكيد طبعا ساعتها طبعا. وحتى يعني ذكرتيني بنقطه غاده انه ضمن الانترناشنال بوليسي وخطة العمل صاروا يقولوا انه كل بلد ممكن يشتغل حسب ثقافته وعاداته. يعني واحدة من الامور هي التشديد على الروابط العائلية والفاميلي سبورت قد العائلة بتدعم بعضها. يعني الاولاد الاحفاد بيهتموا بالكبار بيعطوهم دعم معنوي وعاطفي وبيشجعون انه يكونوا متكلين. كنت عم بقرا مرة هيك مثل خبر صغير او دراسة بس ما بقى عم بتذكر تفاصيل بس بما معناه انه مثل صار في عودة الى دور الجد والجده كانوا طبعاً. بس يرجعوا على الشغل دغري الاولاد يروحوا على حضانات والى اخره تبين معهم انه بقاء هالاطفال لعمر معين مع ستهم وجدهم افضل جدا طبعاً. انه طبعاً. يروحوا على يعني عم بيشتغلوا عليها كانوا جديا صح وهيدي وحده من الطرق يفعلوا هالامور ويفعلوا دور العائله اكثر لانه افضل للاولاد والى اخره وهيدي وحده من الامور لنقول انه لما الشخص المسن بضل له حاجه يعني ما عنده كبير يشتري كبير لانه الكبير نحن بحاجه لخبرته لحكمته لتجربته بالحياه وبحاجه لوجوده وعاطفته طبعاً. فوحده من الامور انه فينا ندعم ثقافتنا وعاداتنا واحدة من الأمور هي السياسات اللي بتحطها الدول قدي في ضمان صحي قدي في ضمان شيخوخة قدي في نقل عام بيساعد هالمسن أنه يتجول ويتنقل لأنه بيصير بعمر ما بيقدر يسوق سيارة قدي في تسهيلات أنه المسن عنده دايما خصم وعلى النقل العام أو على دخول متحف أو دخول أي مركز ثقافي أو حتى بالطبابة فهي كلها ضمن سياسات الدول اللي هي لازم نشتغل عليها لكبار السن لأنه نحن فعلا بحاجه لهم وبدنا نشجعهم يكونوا باوج نشاطهم وعطائهم لاخر يوم بحياتهم. يعني مش معناته كبرنا وتقاعدنا يعني خلص دورنا مزبط. ابدا لا. ميرسي لك روى. شكرا غاده. اكيد رح ناخذ بريك ومن بعدها خليكم حتى نتابع فقراتنا لليوم.